هذا طريق التاجي، هذا حالي من السيطرة مال الشؤون الحين ما وصل جسر الدوار. يعني انتوا لا تشوفونه بعينكم لو لا مغلسين على الوضعية، احسن ما تسوون الغرامات 50,000 و200,000 وقوانين جديدة. طيب تعال طلع قوانين، سووا هاي الشوارع طايحة بهاي، خلي الناس تمشي عدل، تمشي على كيفه، مو طب لك بنقرة تلقى نفسك بغير دولي وحدة ولا تجي الثانية. احسن ما تطلعون قوانين، تعالوا صوروا الشوارع، لو مو بس واقفين بالمنصور وبالجادرية. قال حزام الامان واحد شل امشي على كيفك، تعالوا سووا هاي الطرق، تعالوا باعوا هنا شوية، طلعوا